طيب جينا بقى للمرحله الثانيه، الاسئله اللي انتوا بس اللي هتجاوبوا فيها وعندكم وسائل المساعده. جاهزين؟ جاهزين. معلش يا جيجي، لا انا لا مش عايزه اي احباط، احنا اللي جاي ممكن تعوضي فيه كله. اوكي، وانت البنوته اللي معايا النهارده بقى، فايه صحصحيلي كده، صح وغلط الفريق ده، صح وغلط، يا صح يا غلط. استخدم المصريون القدماء 7 ألوان في رسومهم. 7 colors. احمر. لا مش هم، مش مهم هم ايه، صح ولا غلط، 7 ولا اقل ولا اكتر؟ اقل ولا اكتر. استخدم المصريون القدماء 7 ألوان في رسومهم، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو، ماشي. الحرب العالمية الثانية بدأت سنة 1945، عندكم وسيلة مساعدة لو لسه ما درستوهاش. صح ولا غلط؟ الحرب العالمية الثانية بدأت سنة 45، صح ولا غلط؟ عندكم وسيلة مساعدة أو هتجاوبوا بسرعة. 5 4. عامل إيه طيب؟ يا تجاوب يا تقول يا صح يا غلط يا وسيلة مساعدة. وسيلة مساعدة. مين بقى هيجاوب ولا أنت هتغني؟ أغني. تغني إيه؟ اسمها إيه دي؟ إيه فاضي شوية. يلا غنيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. الله، واللي يسقفوا له، عمل لها توزيع جديد، خلاها راب. ماشي، طبعا هي غلط، هي كانت سنة 1939. اعتقد انت لما تيجي تدرسها هتبقى فاكرها كويس قوي دلوقتي. انا ما درستهاش. ما انا عارفة، بس لما هتدرسها بقى هتفتكر انها كانت 39 طول الوقت. ماشي، هنا القرن يحتوي على 100 عام، صح ولا غلط؟ ايوه. صح. صح، برافو. ماشي. برافو. انتوا تاني. بصوا بقى، دي احنا عن ايه؟ ركزوا، ماث بقى، دي اكيد خدتها. اشترت سلمى 2 انتوا مدرسه انجليزي ولا فرنساوي ولا عربي؟ انجليزي. انجليزي. اشترت سلمى 22 قلم حبر 22، عارف. اوكي، و8 اقلام رصاص 8، يعني 22 و8. ماشي، اذا عدد الاقلام اللي اشترتها سلمى 40 قلم 40. 22 plus 8 equals 22 من غير ما تعد. 30 من غير ما تعد، يعني هي مش 40. انا عارف اصلا. انت عارف اصلا ان هي 30. ازاي انا خدتها 18 plus 22 يبقوا 40. 18 وانما 8. 8 يبقوا 30. يبقوا 30، يعني هي غلط. صح؟ أنا بقول لك. أيوة. هي 40؟ أيوة غلط. ماشي، شطارة حلاوة طعامة، برافو، واضح إنه شاطر في الماث. ماشي، هنا الدايرة ليها 3 رؤوس، صح ولا غلط؟ أنا؟ أنتوا الاتنين؟ غلط. غلط طبعًا، ماشي. شبه المنحرف ليه 4 رؤوس، صح ولا غلط؟ إيه شبه المنحرف؟ إيه شبه المنحرف ده فعلًا؟ مش فاكرة بقى إيه شبه المنحرف ده. يا باشمهندسة. يا باشمهندسة. غلط. مش الريكتانجل التاني ده. مش الريكتانجل التاني، هل هو ليه 4 رؤوس في كل الأحوال يعني؟ صح ولا غلط؟ غلط. غلط؟ أمال ليه كام؟ هما بيبقوا ضلعين متساويين، ضلعين متوازيين وضلعين مش متوازيين، واحد أقصر من التاني، يعني هو مش ريكتانجل، هو عامل كده، أوكي؟ ده الشكل اللي أنا فاكراه. هل بقى، هل بقى ليه 4 رؤوس؟ لا، ازاي؟ غلط، انتوا قلتوا غلط وهي طبعا صح، 4 رؤوس، ما انا بقول لكم زي الريكتانجل، يعني في هنا وهنا وهنا وهنا، بس الاضلاع مش متساويه. هنلعب اللي بعده، في مهمه تانيه، ما تيجي